أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة، وقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية الكريمة وما بعدها تأتي ضمن الوصايا التي تضمنتها هذه السورة الكريمة، ابتداء من قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ولاحظوا أيها الإخوة أن الوصايا السابقة كلها يتوجه الخطاب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية وما بعدها يتوجه الخطاب فيها إلى المخاطبين من المسلمين والمشركين. والأصل فيها أنها إشارة إلى تعريض بحال المشركين أهل الجاهلية الذين خالفوا هذه الوصايا، يعني بمعنى أن هذه الآيات كلها كلها تصحيح لما عليه أهل الجاهلية من خلل وتحريف وتغيير، وإشارة إلى أن هذه العقيدة، عقيدة أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لإكمال مكارم الأخلاق وخصال الفطرة. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقد كان من حال الجاهلية أنهم يئدون بناتهم أو يقتلون أولادهم خشية الفقر. وهذه الآية جاء السياق فيها أو الخطاب فيها بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وفي سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والفرق بينهما والله تعالى أعلم أن هذه الآية، أن آية الأنعام الخطاب فيها للذين يئدون بناتهم أو يقتلون أولادهم من الفقر، حال الفقر. ولذلك قال: نرزقكم وإياهم هناك، يعني بمعنى أن نرزقكم يكون هذا الرزق عونا لهم. وفي هذه الآية السياق قال: خشية إملاق، يعني تتوقعون حصول الإملاق وحصول الفقر، إما لكم أو لهم هم فتقتلونهم. وقد كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم لأمرين: العار، خشية أن يفتقرن بعدهم فيضطرهن ذلك إلى الزنا، وقد كان الزنا عندهم في شأن الأحرار عيبا، وإن كانوا عندهم من البغايا يعني ما يقترفن هذا الزنا مع غيرهم. الشاهد سلمكم الله أنهم يقتلون المرأة والبنت لهذين السببين. فقال الله عز وجل: خشية إملاق، تخشون أن تملقوا أنتم وتفتقروا أو هم يفتقروا. فهذه اختلفت عن سياق الآيات الأنعام. قال: نحن نرزقهم، أي لا تخشون عليهم فإن رزقهم علينا وليس عليكم،
لأن الله قد تكفل بالرزق لخلقه، فلذلك قدم هنا نرزقهم قبل إياكم، أي لم يقل نرزقكم وإياهم. إن قتلهم كان خطأً كبيراً. لماذا قال خطأً ولم يقل خطأً؟ وإن كانت قراءة، يعني فيها قراءتان أو ثلاث قراءات، لكن هنا في قراءة حفص عن عاصم خطأً كبيراً. ما الفرق بين الخطأ والخطأ؟ الفرق بينهما أن الخطأ في الأصل ضد العمد، يعني بمعنى أنه خطأ لا يؤخذ عليه، لا يؤاخذ عليه إنسان، لكن الخطأ هنا هو عمل الشيء بصورة غير صحيحة وآثمة، يعني يشتمل على خطأ وإثم، فهو خطأ في مقابل الصواب وهو المنهج الشرعي الصحيح الذي أراده الله، وهو إثم في نفس الوقت، فأراد أن يحملهم الأمرين، يبين أن هذا عملكم خطأ في الأصل مخالف للفطرة وهو إثم عليكم وزره، ولهذا قال كبيرا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وعقب آية القتل بالزنا كما ذكرت لكم أنهم يخشون في قتل بناتهم أنهن يضطررن بالفقر إلى الزنا، وهذا من المناسبة المحتملة. قال ولا تقربوا الزنا، وقد كان الزنا في الجاهلية منتشرا أو غير محظور، بمعنى أنهم كان النساء الأحرار يستقبحنه، لكن كان هو من فعل الجاهلية إذ كان فيه بغايا يعرفن بالزنا. قال ولا تقربوا، قال تقربوا ولم يقل ولا تزنوا، ولا تزنوا، والفرق بينهما أن الله تعالى هنا ينهى عن الزنا وقربان أسبابه من النظر الحرام وغيره، وهذه هذا في كثير من الآيات التي ورد فيها النهي عن الزنا قد نهى عن قربان الزنا، كما قال وتقربوا مال اليتيم كذلك. فالنهي عن القربان دليل على النهي عن بواعث ذلك الزنا، لأن من حام حول الحمى يشك أن يقع فيه. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة أي أمرا فاحشا قبيحا مستقبحا عند الله وعند الناس العقلاء الذين استقامت فطرهم. وقد عظم الله تعالى الزنا لأمور: الأمر الأول أنه سبب لضياع الأنساب واختلاط الناس، وأيضاً سبب لأمر بني عليه أمر البشرية وهو الأسرة، بناؤها على زوجين وأبناء، فالزنا يضيع هذه السنة الإلهية في البشرية، وأيضاً فهو سبب للقتل والنزاع بين الناس وسوء الأخلاق واجتراء النساء على أزواجهن والبنات على آبائهن ونحو ذلك مما يعلمه الله تعالى في حكمته في تحريمه. قال وساء سبيلا أي طريقا، فإن الإنسان إذا سلك سبيل الزنا فإنه قد سلك سبيلا سيئا عند الله وعند الناس. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، كما ذكرت لكم أنه أكدها بقوله حرم الله، إذ أن الله تعالى حرمها عليهم من قبل وأكد عليها هنا، إلا بالحق أي قتل نفس قصاصا، فإن ذلك حق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذه الآية واردة يظهر الله تعالى قبل تشريع القصاص، لذلك سورة مكية، فشرع الله تعالى السلام شرع الله تعالى هنا في هذه الآية أن من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل القاتل، أن يقتل القاتل. ولاحظوا أنه قال
لوليه سلطانا ولم يقل لوليه أن يقتل القاتل. ما الفرق؟ الفرق أنه والله تعالى أعلم إشارة إلى أن للقاتل أن يأخذ الدية، وهذا أمر معلوم في الجاهلية، أو يقتل أو يعفو، والعفو هو دال على سلطان وقوة ورأي نافذ، كما أنه دال أيها الإخوة على معنى يشير إلى مقصد السورة، وهو أن هذا وعد وإشارة إلى أن الله سيمكن لكم دولة يكون لكم فيها سلطان تقيمون فيها العدل وتقيمون فيها القصاص، كأن في ذلك إشارة بقوله سلطانا، لأن السلطان في الأصل يطلق على ذلك، وإن كان يطلق على الحجة والبرهان ونحو ذلك. قال فلا يسرف في القتل. لماذا نهى عن السرف في القتل؟ لأن هذا حال الجاهلية، بأنهم إذا قتل منهم القاتل قتلوا أكثر من واحد، وقتلوا من لم يقتل. فالسرف هنا يشتمل على معنيين: معنى الأول قتل من لم يقتل، والثاني الإسراف في القتل بقتل أكثر من واحد، أكثر من عدد المقتول. إنه كان منصورا، وهذا يؤكد أيها الإخوة أن المقتول سينصر والولي سينصر وإن لم يتمكن من صاحبه، ولهذا قيل بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، فإن الله تعالى سيوقعه في أمر يكون فيه قصاصه أو موته، أو يمكن الله تعالى ولي القاتل منه. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لاحظوا أنه قال ولا تقربوا أيضا، لأن أموال اليتامى ليس لها يعني من يحميها ويرعاها إلا الولي، الولي، فالله تعالى نهاه أن يقرب هذا المال اليتيم قربانا حتى لا يجترئ عليها. قال إلا بالتي هي أحسن. كيف يكون قربان المال اليتيم التي بالتي هي أحسن؟ يكون ذلك بالإنفاق عليهم وهم مخالطون لكم، أو بإيش؟ باستثمارها لهم، باستثمارها لهم، بأن يكون القصد في قربانها والأخذ منها هو تنميتها لهم. قال حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ الحلم والرشد معا، بمعنى أنه يحسن التصرف، يبلغ الحلم والتصرف وحسن التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لاحظوا أنه قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ومع أنها أموالهم، ثم قال أموالكم لأنكم أنتم المسؤولون عنها، وعبر عنهم بالسفهاء، مع أن الآية في سياق حال اليتيم وهي داخل في غير اليتيم. ثم قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فكان شرط إيتاء اليتيم ماله تصرفه أن يبلغ الحلم والنكاح، يعني سن الزواج وهو البلوغ، وعبر بالنكاح هنا لأن مرحلة النكاح مرحلة حسن تصرف وأسرة وبناء أسرة ونحو ذلك، وأيضا يحسن التصرف في المال. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما المراد بالعهد هنا؟ العهد هنا أولا يدخل فيه العهد بينكم وبين الله، والخطاب هنا يدخل فيه كما ذكرت لكم بنو إسرائيل، فإنهم كما قال الله تعالى وأوفوا بالعهد، وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فهنا كأن فيه إشارة إلى بني إسرائيل وتعريض لهم أن يوفوا بعهد الله تعالى الذي عاهدوه وأن لا ينقضوه، وهو أيضا وفاء بعهد الله تعالى في القيام بأمره، ووفاء بالعهد مع الناس، لأن السياق الحديث حول حقوق الناس. إن العهد كان مسؤولا، أي أن الإنسان مسؤول عن العهد الذي بينه وبين الله وبين الناس. وأوفوا الكيل إذا كلتم
وزنوا بالقسطاس المستقيم. لماذا قال بالقسطاس المستقيم؟ والقسطاس هو الوزن الميزان، وزنوا بالميزان العدل. فلماذا قال المستقيم؟ لأن القسطاس وهو الميزان للشيء يكون فيه عدل وجور، فقال المستقيم أي العدل الصحيح. ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي راجع إلى مسألة الكيل وما قبله والله أعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية ما المقصود فيها في مخالفة أمر الجاهلية؟ لأن هذه كلها إشارات إلى مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. هو داخل فيها أيها الأخوة أمور كثيرة، داخل فيها القول على الله عز وجل باتخاذ إله معه من دون الله، إله معه الإشراك به سبحانه وتعالى، وداخل فيه الكذب، وداخل فيه افتراء الناس، افتراء على الناس، وداخل فيه قذف في المحصنات. فإن هذا من شأن الجاهلية، إذ أنه إذا غاب فيهم غائب وطال غيابه اتهموا زوجته بخيانتها بجارها أو نحو ذلك، فكان القذف فيهم منتشرا. فالله تعالى هنا عم ذلك كله بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، فكانت الآية عامة لكل قول وكل ظن ليس الإنسان فيه علم، فهي قاعدة أيها الأخوة يجب أن نأخذها بعمومها. ولهذا قال يؤكد أنها عامة أنه قال بعدها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فارتبط قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد بالقول على بالقول بما لا يعلم الإنسان، يدخل في ذلك السمع فربما يفهم خلاف الواقع فيزعم أن ذلك المراد، والبصر كذلك يرى فيتحدث بما أن يظن أنه كذلك وهو غير كذلك من غير تبين، والفؤاد أيضا اعتقاده وظنه السيء بالناس، كل هذا داخل في القول على الله عز وجل، القول بغير علم. ثم قال الله تعالى أولئك، كل أولئك أي السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي أن الإنسان مسؤول عنها. وهذا يؤكد أيها الأخوة أن الإنسان مسؤول عن سمعه فيما سمعه بإرادته وقصده، والبصر فيما يراه بقصده و العمد في حال النظر والقصد، والفؤاد فيما يعتقده من غير علم. قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، أي فخرا خيلاء وتبخترا، وهذا صفة أيضا من صفات الجاهلية نهر الله تعالى عنها، وهي من مكملات الإنسان من حيث أن الإنسان يمشي بطبيعته من غير كبر ولا افتخار على عباد الله تعالى، فإن الكبر من أمقة صفات البشر حين يتصفون بها. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، كيف إيش معنى مرحا؟ معنى مرحا يعني يظن الإنسان أنه في هذه في مشيته في مرح وسعة، يتصرف كيفما يشاء. فإن الإنسان المتبختر أيها الإخوة إذا كان ذا سلطان يظن أن الأمر كله له، فيمرح ويلهو ويلعب ويفخر على الناس، يأخذ كما يقال، يرى أن هذا له تصرف فيه. قال إنك لن تخرق الأرض، في تصوير المشهد بسوءه وسيئته بقوله لن تخرق الأرض
ولن تبلغ الجبال طولا. أي أنت إنسان، أين تذهب؟ لن تستطيع أن تخرق الأرض بضربك عليها، ولن تبلغ الجبال بطولك حينما تتعالى بنفسك. قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك يظهر الله تعالى لم أنها راجعة إلى إما الآية التي قبلها وهي المشي مرحاً، وإما أنها ماشي راجعة إلى الآيات كلها. قال: عند ربك مكروها، أي أن أصحاب هذه الصفات مكروهون عند الله، هم بأنفسهم بأشخاصهم وبأعمالهم، فهذه الأعمال مكروهة عند الله وأصحابها مكروهون عند الله عز وجل. قال الله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك إيش؟ راجع إلى ماذا؟ راجع إلى كل الصفات السابقة من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكل ذلك، كل هذه الصفات مما أوحاه الله تعالى في هذا القرآن من الحكمة. والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه. وهذا يؤكد أيها الأحبة معنى اللطيف، أن هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى هي الصفات التي يجب وينبغي أن تكون في الإنسان، لأنها وضع الشيء في موضعه. فحينما تبر بوالديك فهذا هو وضع الشيء في موضعه، وتقوم بحق أقربائك فهو وضع الشيء في موضعه، وتؤتي الفقراء والمساكين فهو من وضع الشيء في موضعه، وحينما تجتنب الزنا والقتل وأكل مال اليتيم فإن ذلك في وضع الشيء في موضعه، لأن الإنسان بفطرته يكون على هذا، على هذه الصفات الحسنة التي ذكر الله. طيب، ثم ذكر الله تعالى قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. السؤال هو: ما سر ختم هذه الصفات في نفس الآية وليست بآية مستقلة بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا؟ لاحظوا أنه قال في الآية التي قبلها: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فهذا يفيد حاله في الدنيا تقعد مذموما مخذولا، وحاله في الآخرة تلقى في جهنم ملوما، أي في حالة لوم لنفسك والناس يلومونك، ومدحورا أي لا قيمة لك ولا وزن ولا احترام. لكن لماذا ختم الله، افتتح الله تعالى الصفات بقول لا تجعل مع الله إلها آخر وختمها بولا تجعل مع الله إلها آخر؟ هذا يؤكد أيها الإخوة أن هذه الصفات لا يكتمل بها الإنسان حقا إلا إذا بنيت على التوحيد. هذه الصفات ليست صفات كمال إلا إذا بنيت على التوحيد، وكان الإنسان في الأصل يتمثل بها كما أمره الله عز وجل، وإلا فستجد من الكفار من يكرمون والديهم ويبرون أقرباءهم، لكن لا شيء هذا عند الله عز وجل، لأنه أيها الإخوة هذه الصفات مهما تحلى بها الإنسان فهي سيئة في مقابل شركه وكفره بالله عز وجل، يعني لا تعتبر شيئا أمام سيئة كبرى وهي كفره وشركه بالله تعالى. ولذلك حفها الله عز وجل هذه الصفات بهذا لتقتنم بالتوحيد، وألا تكون إلا لوجه الله عز وجل ليكتمل بها الإنسان. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن الإنسان إذا تحلى بالخلق لا يكتمل بها عند الله إلا إذا كانت لوجهه. الخلق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة
قال أحاسنكم أخلاقا هو الخلق الذي يفعله الإنسان لوجه الله، لا يفعله للناس ولا تقربا إليهم ولا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك إلا لوجه الله. قال الله عز وجل بعد ذلك أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية أن الله تعالى هنا في هذه السورة بعد أن ذكر صفات التي يتحلى بها الإنسان كمالا ذكر مساوئ التي يتصف بها أهل الشرك، فذكر هنا عدة صفات من صفاتهم في مواجهتهم بأن رسالة الإسلام هذه رسالتها، فما هي ما هو حالكم حتى يقارن بين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم ليتميز بذلك شرف هذه الرسالة وكمالها وعظمها. ما هو حالهم؟ قال الله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أي خلق وأي دين وأي كمال أن ينسب الإنسان إلى ربه ما يعني اتخاذه للولد وأن ينسب الملائكة إلى الله عز وجل بأنها بنات الله، تعالى الله تعالى عما يقولون. ولهذا كما ذكرت لكم أن السورة تكرر فيها لفظ التسبيح لله عز وجل لأنها فيها تنزيه عن لله تعالى عما لا يليق به مما وصفه به المشركون. قال إنكم لتقولون قولا عظيما، ثم قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ما مناسبتها الإشارة للقرآن؟ الإشارة إليهم ليتعظوا، كأنه قال الله عز وجل ذكرهم بالقرآن وبين لهم الحق صرف فيه كل خير وكل بيان وكل موعظة وكل فضيلة وهدى، فهل يتعظوا وهل يتذكروا؟ قال ليذكروا، لكن حال هؤلاء المشركون هؤلاء المشركين قال وما يزيدهم إلا نفورا. يا ذنبي انظر لماذا يزيدهم نفورا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان بسوء خلقه وطبعه وما يحمله من صفات سيئة لا يأنس بالخير، لا يأنس بالخير بل ينفر منه، لأنه إناؤه كل إناء كما قيل بما فيه ينضح، فقلوبهم وإناؤهم مليئة بالكفر والشرك والضلال والكبر والعداوة والبغضاء والحسد وغير ذلك، فهذه تنفر من القرآن. فالإنسان حتى المؤمن أيها الإخوة إذا كان في قلبه من الغل والحسد والحقد والصفات السيئة سوء فإنه لا يأنس بالقرآن، لا يأنس بالقرآن أيها الإخوة إلا من صفى قلبه. فهذا القرآن معين صافي، كلام لا يجتمع في الإناء الذي يكون فيه عكسه وخلافه. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة ما زال في جدالهم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هنا يبين لهم أن فكرة اتخاذ الله عز وجل إلى آلهة باطلة من أصل عقلا قبل أن تكون واقعا. كيف ذلك؟ أنه لو كان معه آلهة كما يقولون، أنهم لو كان معه آلهة فلا بد أن ينالوا أو فلا بد أن يكون لهم سبيل إلى ذي العرش سبحانه وتعالى، لأنه الواحد سبحانه وتعالى لا يليق بالإله إلا أن يكون واحدا، فما دونه لا بد أن يتخذ إليه سبيلا. ولذلك قال الله تعالى ذي العرش سبيلا، لأنه هو بعلوه تعالى له الكمال المطلق والوحدانية في الألوهية. قال الله تعالى
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فهو سبحانه بعلوه، وهو سبحانه وتعالى بوحدانيته يتنزه عما يقول هؤلاء ويعتلي بذاته وصفاته. قال الله تعالى مؤكدا تنزهه عن ذلك، عما لا يليق به وعما يقول هؤلاء: تسبح له السماوات السبع والأرض، وإن من شيء ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا إله إلا الله، كل شيء يسبح لله عز وجل إلا المشركون، إلا هؤلاء. فكأن الله تعالى هنا يقول لهم كل شيء يسبح لله وينزه الله إلا أنتم، فما لكم وما بالكم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن كل مخلوق فالله عز وجل جعل له من الصفات وهيأ له من الخطاب ما لا يدركه الخلق من غيرهم. إنه كان حليما غفورا. ما سر ختم الآية بقوله حليما؟ نعم، سبحانه وتعالى هو حليم، حيث أن هؤلاء أن من في السماوات والأرض كلها يسبح الله إلا هؤلاء، أولا يستحقون أن يأخذهم الله عز وجل وينهيهم ويقضي عليهم ويهلكهم؟ بلى، ولكن الله حليم يمهل ولا يهمل، فيتركهم مع كفرهم وشركهم إمهالا وليس إهمالا. ولهذا قال غفورا، لعل فيهم من العقل ما يبعثهم إلى معرفة الحق. قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذه الآية رجعت إلى الحديث عن القرآن. انظروا يا أخواني، الحديث عن القرآن يتواصل، لأن المقصود في السورة كما ذكرت لكم إبراز قضية هذه المعجزة العظيمة القرآن وما فيها وحقيقتها ومآلها ومآل أهلها ومستقبلها. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن عند البيت وفي بيته، فكان يسمعه أهل الجاهلية المشركون، بل كانوا يتسمعون له، كما قال الله تعالى: إذ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. فقد اجتمع نفر من المشركين، منهم أبو جهل والنضر بن الحارث وعتب بن ربيعة، وفي الرواية أنهم كان كل منهم يأتي من الليل فيترصد ليأتي ليستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد هالهم هذا القرآن ببلاغته وأبهرهم ببيانه، فكانوا يأتون ليستمعون هذا البيان لا للهداية، وإنما لأنهم أصحاب لسان بليغ كان يبهرهم هذا اللسان وهذا البيان، فكان كل منهم يأتي مترصدا مختفيا يريد أن يسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الجدور. فيلتقون ثلاثتهم فيبين كل واحد منهم أمره، فيتعاهدون على ألا يرجعون حتى لا يعلم سفهاؤهم وأحلامهم وصغارهم ونساءهم بأمرهم، فيأتون معهم، فكما يزعمون أنهم قد يؤثر فيهم ذلك فيسلمون ويدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي من الليلة الثانية فيأتي كل منهم على أن صاحبيه لن يأتيان، فيلتقون فيتعاهدون على ذلك ثم يرجعون في الثالثة كذلك. فأنزل الله تعالى:
إذ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إذ أنهم لما اجتمعوا في الليلة الثالثة قالوا الأمر يحتاج منا إلى أن نقول فيه قولا حتى لا يغتر به المترون أو الصغار فقال بعضهم نقول سحرا وقال بعضهم نقول كاهنا وقال بعضهم نقول مجنونا أو نحو ذلك إن تتبعون يقولون تتبعون إلا رجلا مسحورا. قبل ذلك الآية التي ذكرتها وهي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا عياذا بالله أيها الإخوة. يقول الله جعل الله تعالى جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأقفال وموانع أن يفقهوه. لماذا؟ لأنه يا إخوان الكرام هذا القرآن لا يناله إلا من أقبل عليه أبدا. رسالة القرآن لا ينالها وينال شرفها إلا من أقبل عليها وخضع لها وأذل لها كما ستبين لنا في نهاية السورة. هؤلاء متجبرون متكبرون لا يستحقون هذه الرسالة ولا ينالون شرفها، فجعل الله تعالى بينهم وبين هذا القرآن أكنة وأقفالا وموانع تمنعهم. قال الله وفي آذانهم وقرا إشارة إلى أنهم يسمعون لكنهم لا يدركون ولا يفقهون. قال الله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفورا. ما المقصود بهذه الآية؟ إذا سمعوا ما في هذا القرآن من توحيد الله عز وجل وعدم ذكر آلهتهم نفروا وولوا نفورا، يعني هم مشركون والمشرك لا يرضى بالتوحيد. فإذا سمع هذا القرآن فيه توحيد الله فقط دون آلهتهم نفروا من ذلك وأبت قلوبهم أن تقبلها. قال الله عز وجل بعد ذلك نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ما هي الأمثال؟ هي قولهم ساحر كاهن مجنون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لن ينالوا منك شيئا ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى مرادهم في صرف الناس عنك. وقالوا هذه في ذكر سوءة من سوءاتهم وعقيدة من عقائدهم الباطلة، فإن الله عز وجل أراد هنا أن يهدم ما هم عليه ويبطله في مقابل إظهار كمال القرآن ورسالته وصفاته. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا في إنكار البعث. انظروا افتتح الحديث بحالهم مع الله عز وجل بالإشراك، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، ثم ذكر موقفهم من إيش؟ القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا، ثم ذكر موقفهم من البعث. كل هذه الأمور من اعتقادهم. قال الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا. ما مناسبة هذا الحديد ذكره؟ يعني هم يقولون كيف تكون العظام تحيا؟ لا يتصورون هذا لأنهم لا يؤمنون بالله. كيف هذه العظام الجامدة التي لا فيها ليس فيها حركة ولا يعني نسبة من ما يظنون أنه يعني سبيل للحياة؟ قال الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا فإن الله محييكم حتى ولو كنتم حديدا أقوى من العظام وأقوى من الحجارة. فإنما ذكر الله تعالى هذا من باب قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الناس ولو كانوا حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ضعوا ما تشاءون من احتمال مما لا تتصورون أن الله قادر عليه، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة وهو الله سبحانه وتعالى،
فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يخنعون برؤوسهم ولا حجة لهم، لأنه الآن دمغهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، تهديد لهم ووعيد. قال الله عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. لاحظوا كلمة فتستجيبون بحمده دال على كمال قدرته، لأن كمال الكمال دليل على استحقاقه للحمد. في قول الحمد لله رب العالمين ما استحق ربنا الحمد كله إلا لصفات الكمال، صفات الكمال في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فقال فتستجيبون بحمده، أي بكمال قدرته وإرادته سبحانه وتعالى. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فهنا أبطل اعتقادهم في قضية إنكارهم للبعث. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.